بنات الكحة يجنن، متمدد من السنين نزلتها لكم كذا مرة، يعني أمس كان عندنا غبار واليوم شوية غبار، فأحس أنها الكحة يعني ماسكتني، فمرة أحبه بصراحة، مرة يريحني. وغير كذا حلو للحوام، اللي بحلوهم بعمرهم يعرفون ايش ياخذون الكحة. عندي هنا نعناع، وعندي هنا العسل، وعندي ليمونة، بس هذه المكونات اللي راح نحتاجها. راح أكتبها لكم ونخلطها ويا بعض.